كنبغي نطلب الاعتذار من اخويا السيم والبرقادي، وكنبغي نقول لك اخويا اسمح لي بزاف ولا اله الا الله، وراك عارف طراو شي مشاكل لا منك لا مني، وعفى الله عما سلف واسمح لي اخويا بزاف. الياس الماركي تعدى عليا ودى عليا فلوسي، وتعدى عليا هو واحد الرباعه ديال الصحاب، وهادشي كامل هو اللي قالو سيمور برقادي صديق ديال الياس الماركي اللي كانوا كيديروا فيديوهات مجموعين بجديده، ولكن من بعد غادي يتعدى هادشي كيف ما قال على اللسان ديالو، وكيف ما بارطاجا الياس الماركي اليوتيوبر المشهور بارطاجا في الصوره ديالو على انستغرام على انه كيبان في واحد الفيديو كيتعدى على سيمور برقادي هو الاصدقاء ديالو. هادشي اللي نشر وهذا الشيء اللي قال سيمون برقادي بعد ما كان بيناتهم واحد النقاش اللي حاد بيناتهم واحد الكلاش، فسيمون برقادي كي كلاشي الياس المالكي وكذلك الياس المالكي كلاشي، ولكن غادي نوضو باش فرقوا هذا الشيء كامل غادي نتضاربوا، وبالاحر فسيمون برقادي غادي يقول على ان هذا الشيء ماشي مضاربه، هو تعدوا عليه بالفعل وضربوه. هذا الشيء اللي كيقول هو على الانسان ديالو. وانتم شنو كيبان لكم من اش لافوت، واش من الياس المالكي ولا من سيمون برقادي؟ كاملين كنعرفوهم على انهم كانوا صحاب وكيديروا فيديوهات مجموعين في جديده، ولكن غادي نفارقوا لدرجه ان سيمون برقادي غادي يخرج بالفيديو وغادي يقول لهم انني مابقاش غادي نكمل هذا الشيء ديال السوشيال ميديا. شنو كيبان لكم اصدقاء نتوما؟ ولا كنتي اول مره تشوف فيديوهات ديالي شارك معايا فلاشين ديال عليو شي باش يوصلك فيديوهات جديده، اي موضوع جديد تشوفوا عندي فلاشين. عارفين اش كيديروا، جايين على اساس انهم بغا يجريسيو انهم يضربوا ويديروا فيديو. خير ودليل هو اللي نشر الفيديو، هو اللي نشر الفيديو، جوج اللي كيصوروا. دابا انا التجأت للقانون، درت شي حاجه سميتها القانون، مسطره قانونيه، والحمد لله حنا ثقتنا في القانون وثقتنا في القضاء، ثقتنا في النيابه العامه، ثقتنا في رجال الطب، درت الشهاده الطبيه، درت المعاينه، درت كل شيء تبعي القانون، والحمد لله القانون دار مجراه. واحد فيهم هذاك ملقب اللي سميتو اشرف برديسي راه دابا تحت القضبان مشدود، شدوه. وإلياس والآخرين باقي حاليا ما تشدوا ما والو، المهم راه كيقلبوا عليهم ولا قلت. المهم القانون الحمد لله راه داير خدمته ديال المصلح. بالنسبه للدور الصحافه كاملين كنشكرهم تما لانهم داروا قاموا بواحد الدور اللي جبار بزاف، وتفاعلوا معايا بزاف، والمواطنين كاملين داخل الوطن خارج الوطن ما لا شوف حنا مغاربه ما كنحملوش الحكر، فهمتيني؟ الله عز وجل حرمت الظلم على نفسي، حتكون ضربني هو إلياس بوحدو ما يبقاش فيه الحال، كانت غتكون عادية بالنسبة لي، فهمتيني؟ تخرج عيني بيناتنا بجوج، قلبني نقلبك بجوج بيدينا، ولكن ملي تولي قضية فيها عصابة ويمشي ليا فلوسي ويمشي ليا نضاضري ويمشي ليا هذاك وتطيح قيمة ديالي قدام المغاربة كاملين ويشوفوا ذوك الفيديوهات، هذه كتسمى مهزلة ليا أنا. ثاني حاجة أنا ما غنعرفش شي حاجة سميتها التنازل، ما غنعرفش شي حاجة سميتها التسامح، أنا غادي نشوفهم هذوك الناس تنسمع حكم قاسي باش هادو يطبق عليهم القانون باش مره اخرى ما ينوضش شي وحدين اخرين يديروا بحالهم، فهمتيني ولا لا؟ انا ما كنتشامي لا احزاب سياسيه لا دينيه تحت شعار الله الوطن الملك، بعيد كل البعد، كنضحك كنخلقها مع اي واحد، كنشد السون ضحك معروف قلب ابيض اضحك بوهالي كما كيقولوا، ولكن باش انسان يثبتوك واحد يعيط لك في التليفون يثبتك ويخرجك وكذا ويلاقيك معاه ويخليهم يديو لك فلوسك ويديو لك رزقك وتليفونك ويضربوك بهذيك الطريقه، هذه كتسمى حقرة وكتسمى طغيان وكتسمى انه كيدعي بالقوة ونفوذ وقال لك عندي الفلوس نفاصل عليك باش ما بغيتش.